منازعاتهم. الاتفاق في مباراة اليوم بباولو فيكتور في حراسة المرمى، راضي العتيبي، الخطيب، وهندري، والشمراني، أمامهم فينالدو، مندرسون، علي هزازي، كوايسون، وموسى ديمبلي مع الكويكبي. أما على الجب ومحمد ناجي رباع الدفاع، عروش ماتيتش وكريتشوف ياكوش صاحب خط الوسط. جيرارد اسم كبير، وضبه في الأخير، كرة على طول للجانب الأيمن، راضي يحاول التقدم، العتيبي ينجح في ذلك، والكرة بتصل وتتسدد، تذهب إلى ركلة زاوية لمصلحة الكوموندوس. لكل شيء في الاتفاق، على الجانب الأيمن انطلاقة حاضرة وعرضية من راضي وراسية من موسى ديمبلي، صاحب ثلاثة أهداف هذا الفرنسي القادم من ليون. للذكريات الدائمة في الصولات والجولات، ضرب في العمود، كرة بتصل من جديد. الحديث عن سعد ناطق، لاعب الذي أصيب بشعر في ظهر القدم، الآن كرة في الجانب الأيمن، كويكبي يرسل كرة، والنجاح في الإبعاد على أقصى الجهة اليسرى، حمدان، كرة، يا موسى ديمبلي يضيع فرصة لا تضيع، كاد أن يسجل رابع أهدافه في الدوري هذا الفرنسي. إلى دورينا، تقدم الآن وانطلاقة لأبها وبينية جميلة ومحاولة، الله، لقد ظهر في اللحظة الأخيرة إندري أمام كمانو من أمام الغيني اللي تقدم وحول كرة أفضل، وكذلك يبادر الآن، والمحاولة ذهبت في طالع جيرارد، طالع تشيسلاف، كرة بتصل عالية، تحضير موسى على اليمين، ممكن الآن الكويكبي. المباراتين التي خسرها فريق المانشيو روبرتو مانشيني، كرة من جديد ترسل، جميلة لكنها مرت، وفي بقطع الكرة، الارتداد يبدأ الآن، والتحرك من كمانو، الغيني، الغيني يرسل كرة، وين بالأيمن تتسدد، حاول، كانت من تحتاج بقوة أكثر كما يفعل الآن الكويكبي، هو ناوي يرسل الكرة في النهاية. علي هزازي، خذوهات مع هندرسون على الجانب الأيمن، كويكبي يضرب كمانو ويرسل، الله، جيرارد، اللاعب فينالدوم هولندي بذكريات كبيرة أعطى الإضافة، كويكبي وكراتك المعتادة بالقدم اليسرى، انتظر، عالية، الله، فينالدوم، أين راسياتك وذكراها مع الريز الأحمر السعودي الأحمر الشرقاوي، كان قد ارتقى وضرب بالرأس. جاك هنري في العمق باتجاه كويكبي، يتحرك الآن، محاولة أمام أكثر من لاعب، هندرسون على طول، جاردن حافظ على كرته للخلف، انكماش، الله، عادت الراية قد رفعت حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى سالم الدوسري بأهداف ست، فينالدوم الآن، وحمدان يرسل كرة التي أخبر بها ووافق عليها، الآن الهدف يتحقق، الله، وأبها هذه الحالة، ديمبلي متسللا أم لا، والمتعة، هو أكثرهم و...
هذه الكرة، الكرة اللي يستقبلها صح ويحولها في شباك. لا تترسانه ولا الدفاع، اهتزت الشباك، الاتفاق يحتفل بهدفه الأول. عبد الإله هندرسون فهم الكرة وقطعها وانطلقت من خلالها. الآن فينالدوم أرسل الكرة إلى كرة بترسل عالية جميلة ما طالت وتحط فابيان نوغيرا المدافع تقدم وضرب الكرة. لا يشعرك بأن يبقى الحال كذلك براسية فابيان. من جديد تحرك، لمسة جميلة ما طالت، تغطية أبعدت مرة أخرى. في هذه الجهة من إيقاف الهجوم لم يتوقف هويسون. الكرة رفعت راية أنها الاتفاق يمر حمدان. يا سلام تمريرة بإبا. الله 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 يا الله، كم الجملة كاملة جميلة للغاية. طبعا حالة تسلل حاضرة في هذه اللحظات على جراي على البريطاني. تحرك عالية، الله هجوم المرتد، موسى حولها، الله على هندرسون، غير لعب، كرة ينتظرها جراي، يتحرك ديماراي، يتقدم، يحاول مرور من جميزي، ينجح في ذلك، يدخل الصندوق، يعيد كرة، انتظار في التهديف، كويسون، الله 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 الله. هذه كرات السويدي، هذه كرات كويسون، هذه الأهداف وإلا فلق. أيوة ومن خارج الصندوق ليسجل ثالث أهدافه. هذا أحلى، هذا أجمل، أروعها. انكشف المرمى أمام تاتاروسانو، لقد انكشف بالخبرة والذكاء والدهاء والقوة والجودة التهديفية. سدد الكرة لتمر أمام الجميع وأمام العوفي ليسجل هذه الكرة في مكان صعب بل مستحيل. يحاول إعادة نادي أبها مباريات العملان، محاولة والكرة تبعد. حمدان هنا جراي، هنا جراي، حيث التحرك تيميراي ينجح بالمرور، يدخل الصندوق ويحول، الله يا أبها المؤاخذة، هنا النواخذة، هكذا ظهر. أي انطلاق وتقدم من ديماراي جراي وإضافة باتجاه حامد، نجح الغامدي من لبسة لدغة. هذه الأهداف تنحب، اي والله هذه الأهداف تنحب، تحتاج لمسة، تحتاج لدغة، وكان كذلك لحامد الغامدي. الكرة الحلوة والروعة، هدف ملعوب مرسوم ويعبر عن فرحة ستيفن جيرارد وعن إمكانيات الغامدي حامد. الهيمنة والسيطرة والشخصية، الله الله، لو اكملت مثل المرور من مشعل، كعب مشعل آخر وهو المطيري لمصلحة نادي ركلة جزاء. يأتي الوقت بدل الضايع، هذه الكرة التي لمست يد الخطيب وأطلق سلطان عكيري صافرة بلمسة يد وركلة جزاء لمصلحة نادي
في نتيجة المباراة. نعم، مباراة رائعة ممتعة، وثلاث نقاط ثمينة للغاية في رحلة الاتفاق